احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بسيامة الشماس توما زيادين كاهنا جديدا، وذلك خلال خدمة القداس الإلهي الذي أقيم في كاتدرائية البشارة العبدلي. وقد هنأ سيادة المطران خريستوفوروس عائلة الأب توما متضرعا إلى الرب الإله أن يمنحه النعمة والقوة للسير على خطى الآباء والأجداد القديسين. شارك في الخدمة عدد من الآباء الكهنة من كنائس مختلفة، بحضور سيادة المطران ياسر العياش النائب البطريرك للروم الملكيين الكاثوليك في القدس، وعدد من النواب والشمامسة وجمع من المؤمنين. هاي العهد إياك أن تتهاون أو أن تتساهل فيها، لأنه نحن بزمن الاستهتار والاستخفاف بالأمور الإيمانية والعقائدية والليتورجية والروحية وإلى آخره. أوعك يا ابني، بترجاكم أنتوا الكهنة الأخص على زمني وكل الكهنة اللي في البطريركيتنا المقدسية، بترجاكم أن نتقي الله، نخدم بورع بخشية بخافة الله، لأنه أمامنا مسؤوليات كبيرة. شعبنا بيستنى منا إنه نعطيه المسيح، نعطيه نور، نعطيه حياة، نعطيه قيامة، ما نعطيه موت اللي بيكون فينا. إذا فينا موت شو رح نعطي موت؟ إذا فينا ظلام شو رح نعطي ظلام؟ ولكن نحن مدعوين أن نعطي نور، حياة وقداسة يا ابني. وهذا الشيء بتعيشه أرثوذكسياً إيمانياً وبتعيشه روحياً بحياتك، إنها تكون مرضية لربنا بجهادك الروحي أنت وخريتك وأولادك في البيت، حتى أنتوا تتقدسوا، حتى تجاهدوا روحياً مسابحكم. يا ربي يسوع المسيح ارحمني، سجداتكم صلواتكم الفردية، حتى تقدروا تتمم كل الخدم الإلهية والليتورجية.